أهلا بكم يا أصدقائي مع فيديوهات تعليم الشطرنج للصغار. ده الفيديو رقم 10 اللي فيه الدرس العاشر كاملا. الفيديو ده بيستغرق حوالي 30 دقيقة وبيبدأ بمقدمة تعريف بالبرنامج مدتها دقيقة ونص، يمكنك تجاوزها إذا كنت اطلعت عليها سابقا. والدرس العاشر برضو متوفر في جزئين مدة كل منهم حوالي 15 دقيقة، بيحمل أرقام 10A و10B. هنشوف في الدرس ده كيفية تدوين النقلات، وبعدين هناخد أسئلة وإجابات. ودلوقتي تعال نشوف المقدمة. أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشطرنج للصغار. الفيديوهات دي من إعدادي أنا دكتور عصام حمودة. الفيديوهات دي لمين؟ كل من بلغ عمره 8 سنين فأكتر يقدر إن هو يتابعها بنفسه ويتعلم منها، أو لو أنت كنت مدرب تقدر تستعين بالفيديوهات دي عشان تعلم الشطرنج للأطفال في المدارس أو في الأندية، أو حتى لو كنت ولي أمر أب أو أم. حتى لو ما تعرفش قواعد اللعبة يمكنك إنك تتابع الفيديوهات دي وتنقلها لابنك أو بنتك. إيه هو الغرض من الفيديوهات دي؟ تعليم الشطرنج بطريقة علمية للصغار اللغة العربية، وبيبدأ من طريقة تحريك القطع حتى يصل الطفل انه يلعب دور شطرنج بطريقة صحيحة وعلمية. ايه هو البرنامج؟ البرنامج عبارة عن 24 درس للشطرنج، وكل درس بيتكون من مادة تعليمية وبعدين تمارين وبعدين اسئلة واجوبة. ايه هي طريقة العرض؟ في فيديوهات فيها الدرس كامل، ودي تبقى حوالي 30 ل 40 دقيقة، ولو كان المدة دي طويلة لتركيز الاطفال ففي دروس متقسمة الى فيديوهين او ثلاثة مدة كل منهم 10 إلى 15 دقيقة. أقدر أتفرج على الفيديوهات دي فين؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشطرنج العربي. ممكن تخش على جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، أو تخش على لينك القناة مباشرة ومكتوب قصادك. ودلوقتي تعالى نشوف الفيديو. أخدنا قبل كده إن رقعة الشطرنج بتتكون من 8 أعمدة A B C D E F G H وتمن صفوف اللي هم 1 2 3 4 5 6 7 8. بذلك بقى كل مربع على الرقعة له اسم بيتكون من حرف بيدل على العمود اللي هو فيه، ورقم بيدل على الصف اللي هو فيه. يعني المربع ده B2 يعني في العمود B وفي الصف 2، وده D6 يعني في العمود G وفي الصف 6. وقلنا إن كل قطعة لها رمز، والرمز ده عبارة عن حرف بيتكتب كابيتال يعني الملك، الرمز بتاعه K وجاية من كلمة King، والوزير الرمز بتاعه Q وجاية من كلمة كوين، والحصان الرمز بتاعه N وجاية من نايت، والفيل الرمز بتاعه B وجاية من بيشوب، والرخ الرمز بتاعه R وجاية من روك، والبيدق ملوش رمز بينكتب في الشطرنج. وبعدين في علامات بنستخدمها في النقلات. في علامات بتيجي في وسط النقلة، يعني الشرطة دي معناها إن في قطعة انتقلت من مربع إلى مربع تاني. علامة الفي أو بنقول عليها تيكس، دي معناها إن قطعة انتقلت إلى مربع في قطعة منافسة فطردتها بره الرقعة وهي أخذت مكانها. ولو كتبنا أو وشرطة أو، دي معناها إن تبييت قصير أو تبييت في جناح الملك. ولو كتبنا 3 O بينهم شرطات يبقى معناها تبييت طويل أو تبييت في جناح الوزير. وفي علامات بتيجي بعد النقلة زي علامة الزائد دهيت أو علامة البلس، دي معناها إن قطعة انتقلت إلى مربع وإدت كش للملك. وعلامة الإيكوال والمشطوبة أو يساوي ومشطوبة، دي معناها إن القطعة انتقلت إلى مربع وإدت كش مات للملك. ودي العلامات اللي احنا بنستخدمها في كتابة النقلات.
لكن في كتب الشطرنج الكاتب ممكن يوصف نقلات معينة بأن هي نقلة جيدة فيحط عليها علامة التعجب، أو لو حط علامتين تعجب فمعناها نقلة جيدة جدا، ولو حط علامة استفهام معناها إن النقلة دي نقلة سيئة، ولو حط علامتين استفهام معناها إنها نقلة سيئة جدا. وفي علامات تانية برضو بنستخدمها، إنما مش هناخدها دلوقتي وهنسيبها لوقتها. وده نموذج لورقة التسجيل اللي بناخدها في أول كل مباراة علشان نسجل فيها النقلات. بيبقى مكتوب فيها الإيفنت اللي هي المناسبة أو اسم المسابقة، والديت اللي هو التاريخ بتاع اليوم اللي اتلعب فيه الدور، والراوند اللي هي الجولة، يعني انت لعبت الجولة دهيت في أول يوم أو في تاني يوم أو في تالت يوم، وبعد كده الريزلت اللي هي النتيجة، ودي بتكون يا إما 1-0 معناها إن الأبيض كسب، أو 0-1 معناها إن الأسود كسب، أو 50-50 معناها الدور انتهى بالتعادل. وبعدين هنا الوايت اللي هو بيلعب باللون الأبيض بيكتب اسمه، والبلاك اللي هو بيلعب باللون الأسود بيكتب اسمه. ورقة التسجيل بيبقى فيها عمود مكتوب فيه أرقام اللي هي أرقام النقلات، وبيبدأ من رقم 1، بتكتب النقلة بتاعة الأبيض هنا، وبتكتب نقلة الأسود هنا، وبعد كده في النقلة اللي وراها اللي هي النقلة التانية بتكتب نقلة الأبيض ونقلة الأسود. وفي نفس الوقت بيكون برضو في ورقة تسجيل مع المنافس بتاعك، بيكتب برضو نقلة الأبيض الأولى إيه ونقلة الأسود الأولى إيه، وهكذا حسب النقلات اللي بتلعبوها في الدور. وفي النهاية بينتهي الدور فبتكتب النتيجة، والأبيض بيمضي قصاد اسمه والأسود بيمضي قصاد اسمه، وبتسلم للحكم. ودلوقتي تعال نشوف دور شطرنج بيلعبه علي بالأبيض قصاد منى في بطولة المدرسة، وبيكتبه هنا التاريخ بتاع الدور. وهيبدأ علي بأن هو هيحرك البيدق بتاع الـ E2، هيحركه للمربع E4، هيكتب E2 شرطة E4، يعني معناها إن بيدق، عرفنا إزاي؟ علشان مفيش هنا أي رمز للقطعة، إنها بس الرمز بتاع المربع، وبعدين شرطة معناها انتقل إلى E4 اللي هو المربع الجديد اللي هو ده. فمنى بترد عليه بأن هي بتحرك البيدق بتاع الـ E7 إلى المربع E5، وبتكتب E7 شرطة E5. دلوقتي علي هيحرك الحصان اللي على الـ G1 وهيوديه للمربع F3. N اللي هي N كابيتال يعني حصان، كان في المربع G1 اللي هو المربع ده، واتحرك إلى المربع F3 فعمل شرطة، يعني اتحرك إلى وبعدين المربع الجديد اللي هو F3 اللي هو وصل. فمنى ردت بأن هي حركت حصانها اللي هو في الـ B8 وودته للمربع C6. أهوت N كابيتال معناها الحصان اللي كان في الـ B8 شرطة انتقل إلى المربع الجديد اللي هو C6. فعلي رد بأنه حرك الفيل بتاعه اللي هو في الـ F1 إلى المربع C4. أهوت B كابيتال اللي هي البيشوب اللي هو الفيل، اتحرك من المربع F1 اللي هو كان واقف فيه شرطة، يعني انتقل إلى C4 اللي هو المربع الجديد. فمنى ردت بأن هي حركت الحصان بتاعها اللي كان في الـ G8 وودته للمربع F6. أهوت نايت اللي هي N كابيتال اللي كان في G8 اللي هو المربع القديم شرطة، معناها انتقل إلى F6 اللي هو المربع الجديد. وطبعا هي دلوقتي عاوزة تاخد البيدق اللي هو على الـ E4. علي رد بأنه لعب البيدق اللي كان في الـ D2 للـ D3 علشان يحمي البيدق بتاعه بالمنظر ده. فمنى بتكمل بأن هي بتحرك الفيل بتاعها اللي هو في الـ F8
إلى المربع E7، بي كابيتال يعني فيل اللي هو بيشوب، اللي كان في الاف 8 شرطة يعني انتقل إلى E7 اللي هو المربع الجديد. فدلوقتي علي بايت الملك بتاعه في جناح الملك، وكتب O شرطة O اللي هي تبيت في جناح الملك، منى برضو بيتت الملك بتاعها في جناح الملك وكتبت O شرطة O في الجزء بتاع الأسود، وهكذا بيستمر الدور. وبعد الدور بيقدر أي حد إن هو ياخد ورقة التسجيل دهيت ويقدر يقرأ الدور وينفذه على الرقعة. ومن هنا نقدر ناخد آراء بعضينا ونعرف أنه نقلات كانت نقلات قوية وأنه نقلات كانت نقلات ضعيفة، وإيه السبب في المكسب أو في الخسارة. تسجيل الدور إجباري في المسابقات، وفي نفس الوقت في كذا طريقة للتسجيل. الطريقة اللي احنا بنستعملها دهيت اسمها الطريقة الجبرية المطولة، واحنا هناخد بعد كده الطريقة الجبرية المختصرة لما نتقدم في مستوانا في الشطرنج. انها ممكن اوريكم شكل لها بتكون بالشكل ده هوت، وانا مش هشرحه دلوقتي، انما على اي حال هنبقى نشوفه. وكمان الكمبيوتر ممكن يكتب النقلات بدون ما يستعمل الحروف، يعني مثلا ممكن تكتب بالشكل ده، الكمبيوتر بيكتب بدال البي كابيتال بيعمل الرمز بتاع الفيل الرسمة بتاعته، أو بدال ما بيكتب ان كابيتال بيعمل الرمز بتاع الحصان. الرموز بتاع القطع والأحرف والأرقام بتاعة المربعات مش بتفيدنا بس في ان احنا نسجل النقلات بتاعة اي دور بنلعبه، انما كمان بتفيدنا في ان احنا ممكن نسجل اي موقف ممكن نشوفه. يعني موقف زي اللي قصادك ده هوت، ممكن تكتب ان الابيض عنده ملك في الاي 1 وعنده ثلاث بيادق في الاي 2 والبي 2 والسي 2 وعنده فيل في السي 4، والاسود عنده ملك في الاي 8 ورخ في الاتش 8 وحصان في السي 7، وتكتبه في ورقة ولما تروح البيت ممكن تحطه على الرقعة، وسواء أنا أو أنت أو أي حد غيرنا هيصمم نفس الموقف ويحط القطع في نفس الأماكن اللي احنا هنحطها فيها. وهتبقى الورقة بالشكل ده، نكتب الأبيض King E1، B اللي هي رمز للبيدق، A2 B2 C2، وبعدين B كابيتال اللي هي البيشوب C4، وبعدين الأسود King E8 و R اللي هي الرخ H8 و N كابيتال اللي هي الحصان C7. أي حد هيبقى معاه الورقة دهية هيقدر يصمم الموقف اللي على الرقعة. ودلوقتي جمعتنا مع الأسئلة والإجابات والتدريبات على الدرس العاشر. السؤال الأول، الأبيض يلعب ويفوز والأسود يلعب ويتعادل، هتصمم موقف اللي قصادك، ومرة الأبيض يلعب ويفوز وبعدين تخلي الأسود يلعب الأول ويتعادل، وطبعا تكتب النقلات. فكر والإجابة بعد الموسيقى. آدي الموقف، الأبيض معاه رخ وبيدقين والأسود معاه بيدق وحيد. لازم نلاحظ حاجة في الموقف ده، إن الملك الأسود متحاصر بواسطة البيدق اللي هو الـ F7، منعه من الحركة للمربع G8 أو المربع E8، وفي نفس الوقت الملك الأبيض مانع الملك الأسود من إن هو يجي في المربع G7 أو المربع E7. فالملك الأسود ده ما عندهوش أي حركة، فالأبيض لو عليه النقلة ما عليهوش غير إن هو يدي كش للملك الأسود ده من أي حتة، هتبقى كش مات. فالأبيض معاه رخ فهيحركه من الـ A3 للمربع E8 ويدي كش مات للملك الأسود بالمنظر ده. الرخ بيدي كش للملك من على الصف،
والملك ما عندهوش أي حركة، فدي تبقى كالشمات. ونكتب النقلة R كابيتال اللي هي الرخ اللي كان في المربع A3 اللي هو المربع ده شرطة، يعني انتقل إلى A8 اللي هو المربع الجديد وإدى كشمات، وأدي علامة الكشمات. كده يبقى إحنا حلينا إن الأبيض عليه النقلة. طيب تعال نشوف لو النقلة على الأسود. الملك الأسود ملوش حركة زي ما إحنا قلنا، فما يقدرش يحرك حاجة غير البيدق اللي هو على الـ A2، والبيدق اللي على الـ A2 ما عندوش حركة غير إن هو يتقدم إلى المربع A1 ويرقي. فدلوقتي الأسود لازم يرقي حاجة هنا هوت تجبر الرخ إن هو ياخده، ولو أخده خلاص هيبقى الملك بتاعه في حالة مات مخنوق، عشان مش هيكون واخد كش وفي نفس الوقت ما عندهوش حركة. فلو هو رقى لوزير، الوزير هيدي كش للملك على الوتر، وفي نفس الوقت طالب الرخ على العمود. فلو الملك اتحرك بعيد عن الكش، الوزير هياخد الرخ والاسود هو اللي هيكسب. فالابيض ما عندهوش اي نقلة غير ان هو ياخد بالمنظر ده، وبكده تيجي النقلة للاسود ومفيش غير الملك، والملك ما عندهوش اي حركة، وفي نفس الوقت في الوضع ده ما بياخدش اي كش، فاذا الملك مات مخنوق. طب نكتب النقلتين دول ازاي؟ وهنا لازم نلاحظ لما تبقى النقلة على الأسود بنحط شرطتين عند المكان بتاع نقلة الأبيض، وبنبتدي بنقلة الأسود اللي هو البيدق اللي كان في الـ A2 اللي هو المربع بتاعه الأصلي، شرطة اتحرك إلى الـ A1 اللي هو المربع الجديد وجاب وزير، والوزير بيدي كش، أدي علامة الكش. فالأبيض أخد الوزير اللي هو R اللي هو الرخ، A3 اللي هو المربع اللي كان فيه takes A1، الـ A1 اللي هو أي حاجة كانت على المربع A1، يبقى آدي نقلة الأسود. إحنا كده حلينا السؤال، إنما أنا عاوز نشغل مخنا في حاجة تانية. إحنا قلنا إن الأسود هيرقي البيدق بتاعه لوزير، والرخ بيضطر ان هو ياخد الوزير وبينتج مات مخنوق للملك الاسود. طيب هو لازم الاسود يرقي لوزير؟ ما ممكن يرقي لرخ او لفيل او لحصان. هل الموضوع ده هو هيفرق؟ هيفرق كتير قوي. طيب تعال نشوف ازاي. نفترض الاول ان الاسود هيرقي لحصان بالمنظر ده. هنا الحصان ما بيدقلش كش للملك، وفي نفس الوقت مش طالب الرخ. طبعا دلوقتي لو الرخ أخد الحصان هينتج مات مخنوق، لكن الرخ مش مضطر لكده، فهو ممكن يكمل في خطته الأولانية ويروح للمربع E8 ويدي كش مات للملك. طيب تعال نشوف لو الأسود مرقاش البيدق بتاعه لحصان ورقاه مثلا لفيل. بالمنظر ده الفيل صحيح بيدي كش للملك، إنما مش طالب الرخ، فالملك ممكن يتحرك لأي مربع زي مثلا المربع G6 ويبعد عن الكش. وبعدين دلوقتي الأبيض معاه رخ وبدائين قصاد فيل، الأبيض هيكسب بسهولة. طيب افرض إن الأسود رقى لرخ بالمنظر ده. دلوقتي الرخ مش طالب الملك بكش، لكن طالب الرخ الأبيض، ولو ادى كش للملك من الـ A8 الرخ الأسود هياخده، ويمكن الأسود هو اللي يكسب. فالحقيقة الأبيض برضه هو اللي هيكسب، معتمد على إنه معاه بدائين زيادة، إنما بطرق أخرى مش وقتها ان احنا نعرفها دلوقتي. يلا نشوف السؤال التاني. السؤال التاني النقلة للأبيض، ولعب كوين G2 تيكس G6، هل النقلة دي جيدة او لا؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى.
ادي الموقف قصادنا، الابيض معاه وزير ورخ وتلت بيادق، والاسود معاه وزير وحصان وتلت بيادق. ولازم هنا نلاحظ ان التلت بيادق الاسود مش بيتحركوا عشان قصادهم تلت بيادق ابيض. فالابيض لقى ان الوزير الاسود ده هو قصاده، فاخده بالمنظر ده اهوت كيو اللي هي الكوين اللي هو الوزير اللي كان في الجي 2 اللي هو المربع ده، تيكس يعني اخد جي 6 اللي هي الحاجة اللي كانت على الجي 6 اللي هي كانت الوزير الاسود. ودلوقتي الاسود عليه النقلة، والملك في حالة مات مخنوق. ليه؟ عشان قلنا ان البيادق الاسود ما بتحركش، والملك الاسود ما بيتحركش عشان الوزير منعه من المربع جي 7 وجي 8 والمربع اتش 7. مش فاضل عند الاسود غير الحصان، والحصان ممكن ياخد الوزير، ولكن الحصان ده ما بيقومش. ليه؟ عشان هو لو اخد الوزير هيخلي الرخ الابيض في حالة كش مع الملك الاسود. إذن دلوقتي الموقف الاسود مش واخد كش، والحصان ما بيتحركش، والبيادق الاسود ما بيتحركش، والملك ما بيتحركش. إذن الموقف ده مات مخنوق للاسود والدور تعادل. كده احنا جاوبنا على السؤال ده، انما برضو عاوزين نشغل مخنا شوية ونقول احسن نقلة للابيض في الموقف ده هو ايه. انا شايف ان احسن نقلة للابيض ان الرخ ده تاخد الحصان اللي على الاف 8، ودلوقتي الرخ بتقول كش للملك، والملك لازم يتحرك، وبعدين هيبقى الابيض معاه رخ ووزير قصاد وزير، والابيض هو اللي هيكسب بعد كده. اذن النقلة بتاعت كوين جي 2 تيكس جي 6 دي نقلة سيئة. السؤال التالت، في الموقف اللي قصادنا ده النقلة للأسود ممكن يلعب ويدي كش مات للملك الأبيض في نقلة واحدة، إيه هي؟ ولو الأسود عاوز يدي مات مخنوق يلعب إيه؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى. آجي الموقف قصادنا النقلة للأسود، ونلاحظ إن الملك الأبيض ملوش أي حركة، الفيل اللي على الـ F2 منعه من إن يجي في المربع G1 أو E1، والرخ بتاعه اللي في E2 منعه من إن هو يروح للمربع ده، والملك الأسود منعه إن هو يجي في المربع G2. يبقى دلوقتي اي كش للملك هينتج منها كش مات. فالاسود عنده الفيل بتاعه اللي على الدي 7 يحركه للمربع H3 ويدي كش للملك تبقى كش مات بالمنظر ده. دلوقتي الفيل بيدي كش للملك من على الوتر، والملك في حالة كش مات. وادي النقلة، بيشوب اللي كان في الدي 7 راح للاتش 3 وادى كش مات. ودلوقتي عاوزين نشوف نقله للاسود تخلي الابيض في حاله مات مخنوق. الابيض الملك بتاعه ما بيتحركش زي ما احنا قلنا، انما الرخ بتاعته حره للحركه. يبقى لازم نجعل الرخ الابيض دي ما تتحركش، او زي ما احنا بنقول في لغه الشطرنج ما تقومش. فممكن الفيل يجي للمربع بي 5 بالمنظر ده. دلوقتي الفيل بقى مع الملك على نفس الوتر وبينهم الرخ، فالرخ دلوقتي ما يقدرش يتحرك وإلا الملك بتاعه يتعرض للكش. وبما إن الملك الأبيض مش في حالة كش، إذن الأبيض في حالة مات مخنوق. والنقلة هي بيشوب اللي كان في الدي 7 اتحرك إلى البي 5 وكده أنتج مات مخنوق. السؤال الرابع، النقلة للأسود عنده يدي كش مات في نقلة واحدة، إيه هي؟ وعنده كمان أربع نقلات
بينتج منهم موقف مات مخنوق للملك الأبيض، إيه هما؟ فكر والإجابة بعد الموسيقى. آجي الموقف قصادنا، ولو جينا لموقف الملك الأبيض هنلاقيه ما عندوش أي حركة، البيدق بتاعه الأبيض في المربع E4 منعه إن هو يروح للمربع ده، والبيدق الأسود اللي في الـ A5 منعه إن هو يجي في الـ B4، والبيدق الأسود اللي في الـ B3 منعه إن هو يجي في الـ A2، والملك ما يقدرش ياخد أي بيدق أسود علشان الملك الأسود حامي البيدقين بتوعه. فإذا الملك الأبيض ما عندوش أي حركة، وأي كش له في هذا الوضع هيتنتج كش مات. طيب نيجي للأسود، الأسود البيدق بتاعه بتاع الـ A5 ما يتحركش عشان قصاده بيدق في الـ A4، وكذلك البيدق بتاع الـ B3 ما يتحركش عشان قصاده بيدق في الـ B2، وطبعا الملك مش هيدي كش، فما فيش غير البيدق اللي هو في الـ B2 إن هو يتقدم للمربع B1 ويدي كش للملك الأبيض. طب إيه اللي ممكن يترقى له ويدي كش للملك الأبيض؟ مفيش غير الحصان، وفعلا الأسود بيرقي حصان، والحصان بيدي كش للملك الأبيض، والملك الأبيض في حالة كش مات. يبقى إحنا كده حلينا نص السؤال، ودلوقتي تعالى نشوف نص السؤال التاني اللي بيقول إن الأسود ينتج بأربع نقلات موقف في الملك الأبيض مات مخنوق. الملك الأسود ممكن يروح في أكتر من مربع من مربعات الرقعة، إنما لو بعد عن البيادق الملك الأبيض ممكن ياخد أي بيدق منهم ويبقاش في حالة مات مخنوق، فما فيش غير المربع بتاع C3 اللي ممكن الملك الأسود يروح له ويبقى في نفس الوقت حامي البيدقين اللي هم في البي 3 والبي 2، وكده يبقى الملك الأبيض عليه النقلة وهو في حالة مات مخنوق. وآدي النقلة كينج اللي هي الكي كابيتال اللي كان في السي 2 يتحرك إلى السي 3 وأنتج موقف مات مخنوق. طيب دلوقتي نشوف الثلاث حركات بتوع البيدق اللي ممكن يعملهم، وهم طبعا الثلاث حركات اللي هو يترقى لهم فيما عدا الحصان. يعني ممكن البيدق يترقى لفيل، وكده الفيل ما بيديش كش، إنما الملك الأبيض في حالة مات مخنوق. أو ممكن يترقى لوزير، وبرضو الوزير ما بيديش كش، والملك الأبيض في حالة مات مخنوق. وآدي النقلة B2 شرطة B1 Q اللي هي الكوين، آخر نقلة للبيدق اللي في B2 ممكن يترقى لرخ، وبرضو الرخ مش مدي كش، والملك الأبيض في حالة مات مخنوق. يبقى آدي الأربع نقلات بتوع الأسود. يلا نشوف السؤال اللي وراه. السؤال الخامس، نفذ من وضع الابتدائي، يعني هنحط رقعة عليها القطع كلها في الوضع الابتدائي، وهقولك على نقلات تنفذها واحدة ورا التانية. أول نقلة E2 E4 والأسود يلعب E7 E5. تاني نقلة نايت G1 شرطة F3 والأسود يلعب نايت B8 شرطة C6. النقلة التالتة بيشوب F1 شرطة C4 والأسود يلعب نايت G8 شرطة F6. نفذ الثلاث نقلات دول همت، وعاوزين نعرف الموقف هيوصل لإيه. فكر والإجابة بعد الموسيقى. آدي النقلات مكتوبة E2 E4 مش هنقول خالص الشرطة دلوقتي، E7 E5 نايت G1 F3 نايت B8 C6 بيشوب F1 C4 نايت G8 F6. تعال نشوفهم على الرقعة E2 E4 E7 E5 نايت G1 F3
نايت بي 8 سي 6 بيشوب اف 1 سي 4 نايت جي 8 اف 6 وده الموقف اللي هنوصله. وبكده ينتهي الدرس العاشر وإلى اللقاء في الدرس الحداشر.